ورحمة الله وبركاته. شاهدوا لحظة رفع رئيس الجمهورية كأس الكاف عاليا التي توج بها اتحاد العاصمة. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وأنتظر أراكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. إلى الأمام دائما يا جزائر، هيا بنا نرى الفيديو. ويقدم السيد علي بن حمودة والد المرحوم بلال بن حمودة لاعب الفريق الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023 في تواصل بين الماضي والحاضر واستشراف مستقبل كرة القدم للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر وعلى غراره باقي الفرق الوطنية المحلية منها والمحترفة. يرفع السيد رئيس الجمهورية الكأس عاليا طبعا هنا زي ما انتم شايفين رئيس الاتحاد الجزائري زفزاف كما ترون، وهذا رئيس طبون عمي طبون